تقريبا هذه واحد 3 سنوات تقريبا. المشكل اللي كاين هو ان هذا المسجد ملي بدات فيه الاشغال ديال الترميم فهو باقي محبوس للان. الساكنه ولا الناس الرواد ديال المسجد وانا واحد منهم يعني كيلقاو صعوبه على اساس باش يصليو الجمعه، خصوصا عندك الجمعه وصلاه التراويح اللي كيكون اكتظاظ وداك الشيء كيلقاو صعوبه باش يصليو في بلايص اخرين. يعني كاين عامل ديال البعد وكذا بالنسبه للناس الكبار السن وداك الشيء. اللي بغيت نقول هو ان هذا المسجد وهذه المعلمات التاريخيه راه كتشتكي هذه المده كلها ديال الاغلاق، وكتشتكي ربما الاهمال، لان احنا بالنسبه لنا حسب العين ديالنا المجرده راه كنشوفوا المسجد مسدود وما فيه لا اشغال لا والو، ولكن الله اعلم واش فعلا كاين الاشغال داخل ولا ما كاينش. حنا بالنسبه لنا ملي كندوزو كنلقاو المسجد سميتو، يعني هذا المسجد راه تيشتكي كما قلت الاغلاق والاهمال. حنا تناديو شي واحد من المسؤولين الله يجازيه خير، حنا راه عندنا لا انتماء سياسي ولا حزبي ولا اي حاجه، حنا ناس من الساكنه اللي الرواد ديال المسجد اللي كتصلي في المسجد في الاوقات، حنا كنشتكيو هذا الاغلاق هذا. شي واحد من المسؤولين الله يجازيه خير يجاوبنا ولا يتدخل ويلقاو لنا شي حل لهذا المسجد هذا ما يبقاش مسدود. وحنا بعيننا المجرده كما قلت لك كندوزو حدا المسجد كنلقاو المسجد كل شيء مسدود، يعني حتى حاجه ما كاينه. تنظن ان اللي كانت غتكون الاشغال غيبان لك الشاحنات ديال المواد ديال البناء، وغادي يبان لك ربما الالات ديال رفع المواد ديال البناء وكذا الى اخره، يعني كتبان لك البوادر ولا سميتو العلامات ديال الاشغال. فكنظن كاين واحد السكون تام هنايا، ما كاين حتى شي حاجه كتحرك والو، يعني جمود تام كاين هنايا. هذا هو المشكل اللي كاين دابا لحد الساعه واللي خلى الناس انها يعني تتكلم وتشكي هذا المشكل هذا. حنا كنطالبوا الناس المسؤولين اللي ربما عندهم زمام الامور الله يجازيهم عنا خير الجزاء، الناس يعني ديال المندوبيه ديال الاوقاف والشؤون الاسلاميه، انهم يديروا واحد التدخل عاجل باش يفتحوا لنا هذا المسجد هذا، لان هذا المسجد حنا راه تقريبا راه كبرنا فيه ملي حنا صغار، راه من 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 ملي عقلنا من السبعينات وحنا كنصليو في هذا المسجد. فالحمد لله هو فصل شتاء الابواب، نطلب الله عز وجل الله يرحمنا برحمته الواسعه، زائد ان رمضان هو توا كذلك على الابواب، وملي كتبغي تصلي صلاه التراويح كتبقى تقلب فينا تصلي، صلاه الجمعه كتبغي تصلي كتبقى تقلب على فين تصلي. فهذا مشكل ماشي ديالي انا بوحدي، ولكن راه ديال الالاف ديال الناس اللي كتصلي في هذا المسجد هذا. نطلب الله سبحانه وتعالى هاد الناس هادو الله يجازيهم عنا خير الجزاء، يدخلوا ويديروا لنا شي حل عاجل ان شاء الله رب العالمين. احنا من الساكنه ديال حي المسجد، وهاد الجامع هذا دابا مسدود دابا 3 سنين ونص، كانوا غيديروا لي الاشغال ديالو في 18 شهر، دابا صدق غادي في 3 سنين ونص. بغينا يقولوا لنا الحل شنو كاين، واش غادي يحلوا لينا غيسدوه، ما عرفناش شنو هو الحل. انا شنقول لك هذا راه معلامه ديال هذه المنطقه ديال درب السلطان وكل شيء، وكنتمنوا من العامل ديال صاحب الجلاله ينضل هذا الجامع هذا يشوف الحل في اقرب وقت ليه، لان الناس راه مضرين، الناس كبار ما كيلقاوش فين يجيو يصليو ما والو، وما بقيناش نسمعوا لا اذان لا حتى شي حاجه، ولا نعرفوا لا عصر لا ظهر لا حتى حاجه. واش غادي نقول لك؟ والله يهديهم علينا. وصلينا ما في الكراجات صراحه، صلينا ما في الكراجات، حنا عندنا جامع قداشنا هو وكنصليو في الكراجات. واش غادي دير؟ ودابا هي الشتا جايه ورمضان جاي وباقي ما داروا فيه حتى حاجه، بغينا يديروا معنا شي حل، ما عرفناش مالهم. واش داك الشيء من وزاره الاوقاف؟ ما عرفناش شنو هذا الشيء، المهم كاين شي حاجه. كاينين الناس اللي راسلوا هذا الشيء، راسلوا هضروا عاود هضروا، والو باقي حتى شي واحد ما كيسمع.